ومشاهدينا نصب عليكم من جديد، وصلنا لختام مشوارنا الصباحي ليوم جديد. والفقرة اليوم رح تتحدث عن السياحة الثقافية، وتحديدا المؤتمر اللي سيعقد في الجامعة الهاشمية بخصوص السياحة الثقافية. اليوم معنا دكتور محمد وهيب، وهو أستاذ علم الآثار والتراث في الجامعة الهاشمية، وأيضا أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، الحديث أكثر عن هذا المؤتمر، عن السياحة الثقافية. ما هي السياحة الثقافية؟ قديش مهمة السياحة الثقافية للأردن، وشو المشاكل اللي ممكن إنها بتواجهها حتى نقدر إنه نحلها؟ بداية بدي أصبح على ضيف الكريم. صباح الخير. صباح النور. كيفك دكتور؟ يعطيك ألف عافية. الله يسلمكم. تسلمي. وهيك بداية حتى نكسب الوقت، نعرف من خلال حضرتك مفهوم السياحة الثقافية بالبداية، والمؤتمر أكيد اللي سيعقد في الجامعة الهاشمية بخصوص هذا الموضوع. شكرا. هو المؤتمر إن شاء الله سيعقد في مركز الحسين الثقافي في أمانة عمان الكبرى، بالتعاون ما بين أمانة عمان الكبرى وجامعة آل البيت وجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي، وبالإضافة إلى مشاركة من الجامعة الهاشمية. وبالتالي هنالك نقول تحالف من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجال السياحة، سيكونون إن شاء الله في يوم 8/9 في مركز الحسين الثقافي برأس العين، يتناولون هذا الموضوع المهم من أنواع السياحة اللي بالأردن والتي نعتز ونفتخر بها. يعني الأردن تملك الكثير من أنواع السياحة في منطقة الشرق الأوسط التي تنفرد بها دون الدول الأخرى. فلدينا السياحة الأثرية، السياحة الدينية، السياحة البيئية، السياحة التراثية، ولكن أيضا السياحة الثقافية هي التي تجمع كل هذه الأنواع من السياحة. وبالتالي عندما نقول ما هي الثقافة، الثقافة هي باللغة الإنجليزية يسمونها cultural heritage، يعني ثقافة الأمم السابقة، الحضارات التي كانت على أرض الأردن المباركة. نعم. وبالتالي نحن نمتلك في الأردن كنوز هي على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. فلدينا الآن مواقع على قائمة التراث العالمي مثل البتراء وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم، لكن أيضا لدينا الكثير من الكنوز التي ما زلنا بحاجة إلى الرقي والظهور بها لتبلغ إلى مسامع العالمين. صحيح. يعني لدينا مثلا أقدم حضارة عرفتها البشرية في عين غزال، هذه ثقافة، ثقافة هذا الإنسان الذي عاش على هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ، منذ 8000 عام قبل الميلاد، عندما أسس أول شارع في العالم. انظروا إلى هذه الثقافة المتحضرة، وهم يقولون عننا إننا كنا سكان خيام. لا، علمنا العالم كيف يخط النظام الهندسي في عين غزال، علمنا العالم كيف يكون هنالك بناء معبد جانب روحي من حياة الإنسان، الجانب المادي ثم الجانب الروحي، علمنا البشرية كيف تبني بيوت مربعة ودائرية ومستطيلة، وهي موجودة كلها في عين غزال. هذه حضارة، هذه ثقافة، أول حضارة منظمة. نعم. وأيضا لدينا، إذا ما رجعنا إلى أماكن أخرى، لدينا أقدم مسجد في العالم موجود على طريق المطار في شارع القسطل، لدينا أقدم محاولة بشرية في تاريخ العالم لرسم خارطة للسماء، القبة الفلكية في قصير عمرة. صحيح. يعني سأتحدث لمدة ساعة عن ماذا. صح. لدينا من الأشياء المتميزة العجيبة الغريبة في العالم، ولكن نحن بحاجة أيضا إلى أن نرقى إلى عالمية هذا المكنون الثقافي، هذا الكنوز الثقافية المنتشرة هنا على هذه الأرض. صحيح. المباركة. يعني يمكن دكتور محمد إحنا فرصة اليوم بدنا نحكي عن المؤتمر، لكن إحنا يمكن المؤتمر هو متخصص، رح يكون فيه العديد من المشاركين، ويمكن إحنا كمشاهدين دورنا إنه نعرف قديش أهمية السياحة الثقافية. نعم. وقديش أنتوا عرفتوا قديش أهميتها لعقد مثل هاي المؤتمرات. إذا بدنا نتحدث، يعني إحنا زي ما تفضلت عندنا أماكن كثيرة، ويمكن حضرتك لك باع طويل في اكتشاف أيضا. نعم. العديد من الأماكن الأثرية في الأردن. تحكي لنا شوي يعني المؤتمر عن شو رح يبحث؟ يعني إحنا يمكن. نعم. ما بدنا نخصص الفقرة كمؤتمر، لكن إحنا بدنا نعرف فعلا مشاكلنا اللي عم بتواجهنا، بدنا نعرف. صحيح. ليش بدكم تبحثوا سياحة ثقافية وقديش أهميتها للأردن؟ نعم. الأردن والحمد لله هي واحة آمنة مطمئنة مستقرة، ولكن كما نعرف أنه محيطنا غير مستقر، وبالتالي عندما يفكر الزائر بزيارة منطقة الشرق الأوسط فسيجد أن حولنا حزام ناري.
فهذا ربما يكون من عناصر الضعف أن جيراننا دول غير مستقرة، وبالتالي ما يمكن هؤلاء؟ كيف نسمح لهؤلاء؟ كيف نعطي الفرصة لهؤلاء لأن يتجاوزوا هذه العوائق ثم ليصلوا إلى أرض الأردن هنا ليشاهدوا هذه الحقائق التاريخية الثقافية التراثية الموجودة على أرض الأردن المبارك؟ وبالتالي نحن نمتلك هذه الكنوز التي سيناقشها هؤلاء الخبراء والأكاديميون والمتخصصون في مجال الثقافة، ثقافة هذا الإنسان منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الحاضر. نحن لدينا مراكز ثقافية، لدينا مؤتمرات تعقد سنويا على مستوى عالمي ومحلي وإقليمي، لدينا كثير مهرجانات لدينا خبراء ومتخصصين أردنيين ما شاء الله عليهم الآن يعملون في دول الخليج وفي دول أوروبا في مجال السياحة. رئيس منظمة السياحة العالمية هو أردني الدكتور طالب الرفاعي. هذه الكفاءات الأردنية، هذه الأماكن التي وفرتها الحكومة للمواطنين، لهذه الجاليري، المعارض، النشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. حكينا عن هيئة تنشيط الأفلام. نعم. الأفلام السياحية. نعم. الأفلام أيضا من السياحة. نعم. لدينا يعني مئات المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال السياحة الثقافية. هؤلاء الخبراء سيعرضون عناصر القوة، عناصر الفرص المتاحة لتطوير بعض المواقع، عناصر الضعف التي تعاني منها السياحة الثقافية لمحاولة تجاوزها وبلوغ ورقي درجات متقدمة. يعني نحن يجب أن نرتقي إلى عالمية هذا الإرث الحضاري الموجود على أرض الأردن. وإذا ما ارتقينا بذلك فسيكون هذا الدخل السياحي الذي يتأتى من هذه السياحة، والسياحة الآن أصبحت صناعة، ليست مجرد ترفيه وزيارات أماكن ثم العودة، لا، إنها صناعة. انظري إلى دخل أسبانيا من السياحة، إنه يعادل دخل الأمم العربية كافة، كافة الدول العربية بما فيها الدول النفطية. فلماذا دول متقدمة في مجال صناعة السياحة يدر عليها دخل كبير ويحقق الرفاه الاقتصادي لأبنائها، بينما دول أخرى لا تمتلك هذه المكونات ولا تستطيع أن تفعل، وحتى بعضها تمتلك ولا تستطيع إدارتها. لدينا هذه الكنوز، لدينا هذه البنية التحتية كلها جاهزة أصبحت في المملكة والحمد لله، ولكن علينا أن نفعل شيئا نحن من خلال هذه المؤتمرات، أن تخرج بمخرجات نستطيع تطبيقها على أرض الواقع. قبل أسبوع أو 10 أيام عقدنا في شرق عمان ملتقى ثقافي، ناقشنا فيه ماذا يتوفر لدى هذه المنطقة من كنوز. وجدنا أن فيها عجائب، فيها مبنى الجسور 10 وهي 18 قوسا، وجدنا فيها كهف الرقيم وهو كهف عالمي يهم 1 مليار مسلم ومليار ونصف مسيحي وهم من أماكن العيش المشترك. وجدنا فيها موقع مبرك ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موقع عالمي. وجدنا موقع قصر الماضونة، موقع قصر الإرميدان، موقع قصر السبع في القويسمة وكنائس القويسمة الأثرية التاريخية. وجدنا متنزهات الحسين ضخمة جدا وهي من أماكن السياحة الطبيعية. كل هذه الكنوز موجودة في شرق عمان، وهي فعلا كنوز. نعم. بالنسبة للأردن. نعم. يمكن دكتور محمد يعني قبل ما يستدركنا الوقت بدي أعرف من حضرتك النشاطات اللي رح تقوموا فيها حتى تقدروا ترتقوا بالسياحة الثقافية. يمكن قلت لي في رحلة رح تقوموا فيها. نعم. وأنا يعني قلت لك أنه ياريت لو تقوموا بتصوير هذه الرحلة حتى نقدر أنه نعرضها. يمكن المخرج هلا عم بيقول لي دقيقتين، خلال هدول الدقيقتين نعرف أكثر عن هذه الرحلة من خلال طبعا جهودكم. نعم، إحنا إن شاء الله في يوم 9/9 سنقوم بزيارة ميدانية إلى الجنوب على الشارع الرئيسي الواصل ما بين مدينة عمان إلى العقبة، على جوانب الطريق السياحة والآثار من نافذة الحافلة. وهذه مبادرة قامت بها شركة جيت سابقا وعملنا معها لتطويرها. الآن هنالك كثير من الكنوز الأثرية على جانبي الطريق. السائح عندما يركب بالحافلة السياحية أو بحافلة الركاب لا يشاهد سوى أفلام ليس لها أي تأثير أو أي قيمة اجتماعية، لكن عندما نضع أفلام في هذه الحافلة عن المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية على جانبي الطريق سيكون هنالك حقائق علمية. في الليل إذا لم تستطيع أن تشاهد يمكنك أن تشاهد فيلم في شاشة الباص الداخلية. وبالتالي أيضا سنقوم برحلة إن شاء الله بالقطار إلى المطار من محطة الخط الأردني الحجازي إلى المطار، وأيضا هنالك كنوز على جانبي السكة. هنالك أيضا في حافلة موجودة في أمانة عمان وفي بعض الشركات تبرعت لنا بباصات، سنقوم بزيارات ميدانية إلى بعض المناطق التي لا يعرفها سكان المناطق أنفسهم. وبالتالي السياحة الثقافية هي رفع سوية هذا الإنسان المحيط بهذه الأماكن ومعرفة قيمتها ومن ثم إسهامها في صناعة السياحة وبالتالي تطوير هذا المجتمع وبالتالي إيجاد فرص
العمل وبالتالي يعني هنالك فوائد من السياحة ليس لها حدود، إنما علينا أن نعرف قيمة ما لدينا وأن نحافظ عليه. الله يرحمه الملك حسين كان يقول هذه الآثار للإنسان وليست لإنسان، نعم إنها للبشرية جمعاء، نستقطبها نجيبها لهون نستفيد منها نطورها ثم نظهر بهذا الأردن عاليا ونسير على نهج الملك عبد الله الثاني الله يحفظه وهو يروج الأردن على دراجته وفي زياراته وفي محافله الدولية. صحيح، يعني دكتور محمد كلام ولا أجمل ولا أروع نقدر أنه نسمعه في هذا الصباح ونستذكر مع حضرتك فعلا الأردن بجماله، سواء زي ما تفضلت في السياحة الدينية أو في سياحة الطبيعة أو في سياحة الأثار وأيضا في السياحة الثقافية. يعني بدنا نقولكم جهودكم مباركة إن شاء الله بالمؤتمر، طلعوا لنا هيك بتوصيات إن شاء الله تفيد الجميع وفعلا تجيب فرص عمل. وأنا يعني يمكن بدي أوجه رسالة لسادة المشاهدين ياخذوا كلامك أكيد في عين الاعتبار، وكلنا نكون منظومة متكاملة حتى أيضا من مواطنين حتى نرتقي بالسياحة بشكل عام لأنه الكل رح يستفيد. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور محمد وهيب أستاذ علم الأثار والتراث في الجامعة الهاشمية. بالتوفيق لك ولكل المشاركين أكيد في هذا المؤتمر. شكرا دكتور. شكرا لك، بارك الله فيك. ومشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي معكم بيوم جديد، مني أنا ألكسندرا البوري ومن زميلتي سمر غرايبة كل التحية، بنتمنى لكم نهار مليء بالأحداث السعيدة والمفرحة. إلى اللقاء.